السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتم شرح الحديث عز الطالب. قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. إذا كان نفس القيمة الذهبية تقوم باستبدالها بنفس القيمة الذهبية فذلك ليس ربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا مثلا بمثل، أي نفس القيمة. ولا تشوفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، أي الفضة بالفضة إلا بنفس القيمة. ولا تشوفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، أي إذا كان الناجز هو الحاضر، لا تبيعوا ذهبا حاضرا بذهبا ناجزا بذهبا غائبا، فهذا يعتبر ربا. أما إذا كانت البضاعتين حاضرتين وكانتا يدا بيد فمهما اختلفت أو توحدت الأصناف فليس ربا، لأن الشروط شرطين موجودين وهما مثلا بمثل يدا بيد. هذا ما رواه مسلم. اختلفوا في جريان الربا فيما عدا هذه الأنواع الستة من المال، وذلك على مذهبين. أولا مذهب الظاهرية، وهو عدم جريان الربا في غير هذه الأموال الستة، لأن جريان الربا فيها كان تعبديا غير معلل، فلا يقاس عليها غيرها فيه، وهذا المذهب المروي عن عطاء وقتادة. يعني اختلف في جريان الربا عدا هذه الأنواع الستة. هناك بعض المذاهب تقول أن هناك أنواع أخرى تصلها الربا أو تجري فيها الربا، وهناك مذاهب أخرى تقول لا، فقط هذه الستة التي تجري فيها الربا، ما عدا ذلك لا تجري معها الربا، وليست أموال ربوية أو ليست أصول ربوية. هناك مذهبين، مذهب عطاء وقتادة، وثانيا مذهب جماهير العلماء وهو الأغلب، وهو أن الربا يجري في غير هذه الأموال الستة كما يجري فيها، ذلك أن التحريم فيها معلل فيقاس عليها غيرها. سادسا علة الربا، يعني لماذا حرمت الربا. إن علة الربا إنما هي الاقتيات والادخار في الأنواع الأربعة والثمانية في الذهب والفضة مع الجنس. أما الاقتيات فيشمل، ما معنى الاقتيات؟ يعني القوت، كل ما يؤكل. الاقتيات فيشمل كل مأكول، كل ما يؤكل، ويصلح البدن بالاكتفاء به، البدن يحتاجه ويكتفي به، ويكون في معنى المقتات به ما هو ضروري لحفظ المقتات به كالملح، الملح يحفظ به المأكولات. وأما الادخار فمعناه إمكان استبقاء المطعوم إلى الأمد المبتغى منه عادة، ولا حد لذلك، بل هو في كل شيء بحسبه. هناك بعض الأموال التي لا تدخر مثل الفاكهة مثلا فلا تجري فيها الربا بسبب أنها لا تدخر. إذن السبب في أن هذه الأموال تجري فيها الربا أنها أموال تدخر، مثلا كالحمص والقمح والعدس والفاصوليا وغيرها، كل حبوب الصلبة أموال تجري فيها الربا لأنها لا تدخر، عفوا لأنها تدخر لا تفسد بالإدخار، فلهذا تجري فيها الربا وهي أصول ربوية. أما الأموال التي لا تجري فيها الربا كالخضر مثلا التي تفسد بسرعة، والفواكه أيضا التي هي سريعة العطب، فهذه لا تجري فيها الربا. ولو استبدلت مثلا قنطارا تفاحا بقنطارين أو ثلاثة من التفاح هو ليس ربا، سواء كان حاضرا بناجز أو كان ليس مثلا بمثل أو غير ذلك، المهم توافق البائع مع المشتري في الرضا والقبول. أما الجنس فإنه أحد، تسمى أيضا أجناس الربويات، تسمى أجناس، جنس الذهب، جنس الفضة، جنس الثمر، جنس الملح، جنس كذلك. أما الجنس فإنه أحد وصفي العلة، ولا يحرم التفاضل إلا معه، ولا يحرم التفاضل إلا معه، إلا أنه ينزل منزلة الجنس الواحد، الجنس المقارب على المعتمد، فالبر والشعير والسلت جنس واحد في الربا لتقارب منفعتهما، البر والشعير هما جنس واحد من أجناس الربويات لتقارب منفعتهما، فيحرم لذلك بيع بعضها ببعض متفاضلا، كبيع البر بالبر نفسه متفاضلا تماما، يعني قنطارا من القمح الجيد بقنطار من التمر، بقنطار من القمح الرديء، يحرم التفاضل فيما بينهما لأنهما من جنس واحد. هذا في البيع المنجز. أما البيع إلى أجل وهو سمو الربا النسيئة إلى أجل، فإن علة التحريم فيه إلى جانب الجنس
الجنس الطعم مطلقا، سواء أكان مقتاتا به أو لا، مدخرا أو لا، بشرط أن يكون طعما لغير التداوي. فإذا كان للتداوي لم يجري فيه النسى، يعني كالأعشاب التي يتداوى بها لا يجري فيها الربا النسيئة، الأعشاب التي يتداوى فيها، لأن علتها التداوي وليس الإطعام، والمقصود من هذه العلة هو الإطعام. سابعا، أنواع الربا. هل هناك أنواع؟ عزيزي الطالب، طبعا هناك ربا الفضل وربا النسيئة، نوعين من الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. ما معنى ربا الفضل؟ هو الزيادة عين مال شرطت في عقد بيع على المعيار الشرعي، وهو الوزن أو الكيل عند اتحاد الجنس. ربا الفضل أي ما يستجمع وصفي علة الربا، وهما القدر والجنس. فإذا باع المقدر بخلاف جنسه كالبر بالشعير متفاضلا حالا لم يحرم. إذا مثلا كما سبق وأن شرحت، إن باع شخص مثلا قمحا مثلا بشعير كالبر بالشعير متفاضلا، يعني قنطارين من القمح بقنطار واحد من الشعير، ليس ربا لأن الاختلاف، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد، لأنه اختلاف الجنسين مع وجود شرط يدا بيد. ولم يحرم الشريعة الإسلامية أن تحرم هذه المعاملة، لأن متفاضلا حالا لم يحرم لانعدام الجنس، وهو أحد وصفي العلة الربا. وإن كان يحرم بيعه كذلك نساء، ما معنى نساء؟ أي مؤجلا، لأن النساء يعني التأجيل يحرم بأحد وصفي علة الربا، وهو هنا القدر. فإن كلا من الحنطة والشعير مكيل أو مكيل هذا، والعبرة في القدر عند جمهور الفقهاء ما ثبت عن الشارع أو ما كان متعارفا عند تنزل النص، وهو عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من السلع مكيلا في عصره اعتبر مكيلا دائما، وإن تعارف الناس بيعه وزنا أو جزافا كالحنطة والشعير، أو ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم موزونا اعتبر موزونا دائما ولو تغير العرف كالملح. هذه ربا الفضل. ربا الفضل ليست هي ربا النسيء، إنما هي نوع ربا الفضل كما شرحت لك عزيزي الطالب. إذن ربا الفضل أعطيك مثال، كأن تبيع مثلا أو أن تبدل قنطارا من القمح، مثلا من القمح أو قنطارا من التمر الجيد بقنطارين من التمر الرديء، هذا يسمى ربا الفضل، يعني فيه مفاضلة ما بين التمر الرديء والتمر الجيد هذا، وهو حرام إلا إذا اختلفت الأصناف وكان يدا بيد، فليس هنا ربا، فلا تعتبر ربا. الآن النوع الثاني، ربا النسيئة. ما معنى ربا النسيئة؟ النسيء هو التأجيل في اللغة، وهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائم من المدين نظير التأجيل. مثلا جاء إنسان طلب مني قرض، أقرضته مالا مثلا 1000 دينار على أن يردها إلي 1500، ف500 هذه تعتبر ربا، لأنني أنسأته، إني أجلته وأعطيته أجلا ومدة وأمهلته مدة مقابل أن يزيد على ذلك الدين 500، فتلك الزيادة تعتبر ربا، تسمى ربا النسيئة، وسميت نسيئة أي مؤجلة لغة، وذلك عند اتحاد القدر أو اتحاد الجنس. فإذا باع صاعا من بر بصاع من بر مؤجلة لم يصح لزيادة الصاع الأول عن الصاع الثاني في الحقيقة، وإن لم يبدو ذلك ظاهرة، لأن الصاع المؤجل في العرف أكثر ثمنا من الصاع المؤجل. روى عبادة بن الصامت رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قد شرحنا هذا الحديث. ثامنا، القواعد العامة لاستبعاد المبادلات الربوية. بما أنها محرمة لابد أن تكون لها قواعد تبعدها عن المعاملة التجارية لكي لا تصبح ضمن المعاملة التجارية المشروعة في الإسلام. هذه الأحكام التي رأيناها في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه السلف الذكر، ويتكرر في أكثر من حديث بعبارات متشابهة، ومن مجموع هذه الأحاديث استنبط العلماء القواعد التالية. القاعدة الأولى، في حال تبادل معدن أو إطعام بمعدن أو طعام عفوا،
في حال تبادل معدن أو طعام بمعدن، استبدال طعام بمعدن كالبر بالذهب، أو طعام من نفس الصنف، أو طعام من نفس الصنف، الذهب بالذهب، التمر بالتمر، لأن الذهب صنف، التمر صنف، الشعير صنف، الملح صنف، إلى هذا. فيشترط شرطان: المساواة في البدلين مثلا بمثل سواء بسواء، ب التسليم الفوري يدا بيد. إذا انظر إلى القواعد العامة التي وضعها العلماء. القاعدة الأولى: المساواة في البدل، أن يكون نفس القيمة. ثانيا: التسليم الفوري يدا بيد، إذا توفر هذان الشرطين فليس بربا. إذن المساواة والتسليم يدا بيد. القاعدة الثانية: في حال تبادل معدن أو طعام بمعدن أو طعام من جنسين مختلفين، الذهب بالفضة أو البر بالشعير، مثلا صنف الذهب بصنف الفضة أو صنف الشعير بصنف القمح مثلا، يبقى شرط واحد هو أن التبادل يجب أن يكون فوريا. إذا تبادلت مع شخص مثلا تمر بشعير أو تمر بذهب أو ذهب بفضة، الشرط هو التبادل الفوري، لأن الجنسين مختلفين، فلابد من توفر شرط واحد هو التسليم الفوري. فيسقط معنى أن البدلين يمكن أن يكونا غير متساويين، ولكن يشترط تسليم هو الفوري. قاعدة الثالثة: في حال تبادل معدن ذهب أو فضة بطعام قمح أو شعير أو تمر أو ملح، يسقط الشرطان. أعيد: في حال تبادل معدن ذهب أو فضة بطعام قمح أو شعير، يسقط الشرطان ويعود التبادل إلى مبدأ الحرية، فيمكن أن يتم بالتساوي أو بغيره فورا أو نسيئه. القاعدة الثالثة ما هي التي وضع العلماء؟ إذا تبادل معدن بطعام، ذهب بتمر، فضة بقمح، هل يمكن هذا التبادل؟ نعم يمكن هذا التبادل، حتى ولو لم يكن يدا بيد، وحتى لم يكن هناك تسليما فوريا، أي تسقط القاعدتين لقوله يسقط الشرطان. الشرطان هما القاعدة الأولى والقاعدة للتسليم الفوري والتساوي في القيمة، ويعود التبادل إلى مبدأ الحرية، أي لك الحرية في أن تتبادل كيفما شئت، فيمكن أن يتم بالتساوي أو بغيره، سواء كان هذه القيمة أكبر من أختها أو أصغر من أختها، أو بغيره فورا أو نسيئة، يعني في المكان أو مؤجل. ويمكن أن نلخص هذه القواعد في الجدول التالي. لابد من رسم الجدول. المعادن الثمينة الذهب الفضة الأطعمة البر الشعير تمر الملح ثم عندنا ذهب فضة بر شعير تمر ملح هنا الفورية والمساواة. إذن عزيزي الطالب، لعلنا قد أتينا إلى نهاية الحصة،
إلى درس المقبل. أستودعكم الله، والسلام عليكم.